تعالوا بقى نعمل الكول سلو. كرنب ابيض، كرنب سلطه، كرنب صيني، دول ثلاث اسامي في السوق المصري لنفس الكرنبايه مش الكرنب بتاع الحشو. قطعناه رفيع على قد ما نقدر بالسكينه، وجبنا معاه جزر، كميه الجزر لكميه الكرنب انتوا حرين فيها، يعني في ناس بتحب تحطهم قد بعض، في ناس بتحب تحط الجزر اقل، براحتكم خالص ويكون مبشور ناعم. عندي عسل ابيض، بصل اخضر مفروم ناعم جدا، ملح، زبادي، مايونيز، ومعلقه خل. اوكي، وبعدين هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعمل هنا التتبيله، مايونيز. بسم الله. زبادي برضو، كمية المايونيز للزبادي انتوا حرين، يعني في ناس تحب تحط الزبادي اكتر، في ناس تحب المايونيز اكتر عشان يبقى هو دسم او تقيل اكتر، براحتكو خالص. وهحط الملح، وانزل عليهم العسل الابيض يا مروة. مروة، ازيك يا مروة؟ ازيك يا امير، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. أميرة بصي، أنا عايزة أقول لك على حاجة. أموري. أنا ما بتكلمش خالص البرامج والحاجات دي الصراحة at all، بس عايزة أقول لك على حاجة. اتفضلي. أنا المرة الوحيدة اللي جربت حاجة الصراحة أنت عملتيها كانت الـ الـ الفراخ اللي هي الترياكي. آه. اللي هي الهول تشيكن. أيوة. أيوة، بتتبيلة الترياكي. أيوة. مش عارفة أقول لك كانت حلوة إزاي. طب الحمد لله رب العالمين، وبعدين ده شرف كبير ليا إن أنتِ بتكلميني. يعني أنا لما جربتها الحمد لله. أنا ما بتكلمش خالص، بس قلت لا لازم أكلمها أقول لها. أشكرك. تتبيلة الترياكي غير طبيعية. ربنا يخليكي يا رب، كتر خيرك. بس عندي سؤال واحد. أؤمري. علشان دي حاجة أنا ما بعرفش أعملها. أنا ما بعرفش، يعني أنا حتى في حد بينظف لي الفراخ، أنا ما بعرفش أنظف الفراخ. بتطلع زفرة جدا جدا. زفرة جدا يعني، فبجيب حد ينظفها لي، انا عايزه اوفركم المشكله دي. طيب بس كده. عيني عيني، نقول تاني. نورتيني وشرفتيني، وتليفونك على راسي، اشكرك. انا حطيت هنا الزبادي والمايونيز والملح والعسل، وهحط دلوقتي البصل الاخضر اهو. ونتكلم تاني وبالتفصيل عن الخل ابيض. احنا مسيطرين جامد عشان تبقى عارف يا منى، عن غسل الفراخ. وهقول لكم اكتر من طريقه على فكره، غير الطريقه اللي انا بقولها لكم دايما برضو، علشان يعني بالاضافه كمان للمرعى بتاعت الفراخ. يعني انا ممكن اكون بغسل الفراخ كويس جدا واجي اعملها الاقيها زفره، ده تبقى مرعى الفراخ مش كويسه، يعني اغير المصدر اللي بجيب منه الفراخ. الناس كلها هتسجنني ان شاء الله. يا منى. عماله ابقى الخبط في الناس كلها. يا منى.